بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الساس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ إسقاطات الوحدة الأولى. بعد ما خلصنا القواعد مع الوحدة الأولى خدناهن كلهن، هسه راح ناخذ الإسقاطات، وبعدها راح ناخذ الإملاءات، وكل اللي يخص الوحدة الأولى راح ناخذه. اليوم عندنا الإسقاطات. الإسقاطات هاي من المواضيع المهمة واللي تجيكم بالوزاري، يعطيكم صندوق من الكلمات ويعطيكم شو اسمه الجملة او فراغ بيها مثل ما موضح بالشاشة، ولازم انت تختار من هذا البوكس الصندوق تخلي تخليها بالمناسبة لها. فاحنا اسقاطات الوحدة الاولى عندنا تمرين واحد فقط، اللي هو تمرين سي صفحة 3 بكتاب النشاط بالاكتيفيتي بوك. فقط هذا التمرين بثمان جمل، فراح نحله، وبعدها راح اعطيكم كل الاسقاطات مال الوحدة الاولى الوزارية. يعني اعطيكم، ما اخلي لكم سؤال وزاري، اسقاطات اجى على الوحدة الاولى، شوفون كلهن شلون اجنكم وشلون تحلوهن. اول شيء اللي يعانون من الـ الانجليزي وانجليزيتهم ضعيفة وشلون يحلون، راح اخلي لكم بس ايتشي مجرد دليل او يعني شيء يميز هاي الجملة، حتى من تشوفون هاي الجملة تختارون لها الكلمة المناسبة لها. فعندنا هنا اول جملة راح اقرا لك اياها، وراح اعطيك الترجمة مالتها والجواب الصحيح مالتها، واخلي لك هماتين الدليل او التمييز مال هاي الجملة اذا اجتك. اولا، have you got a cold? No, I always sneeze when I put paper on my food. هنا أنا هل أصبت بالبرد؟ لا، أنا دائما أعطس عندما أضع الفلفل في طعامي. هنا أنا سنيز هي أعطس، تمام؟ زيناني إنجليزيتي ضعيفة، شلون أعرف هاي الجملة حتى هاي؟ هنا أنا اللي يميز هاي الجملة put paper on my food. من نشوف put paper on my food، فأكيد راح يعني أنت من تخلي الفلفل بطعامك أكيد راح تعطس، فهو هذا اللي يميز هاي الجملة اللي هي تختار لها sneeze. الجملة الثانية هنا he was sick three times in the night. I think the food at the restaurant where he ate wasn't very fresh. هو تقيأ ثلاث مرات في الليل. أعتقد أن الطعام من المطعم أو الذي في المطعم الذي تناوله هو لم يكن طازجا. هنا هي sick اللي هي تقيؤ. فأتمنى نشوف هاي الجملة three times in the night، ثلاث مرات بالليل، فهو تقيأ في ثلاث مرات بالليل حتى تميز هاي الجملة. ثلاثة، she cut her hand while she was chopping vegetables. It was a very deep cut and it was bleeding a lot. So she had to go to hospital and have it stitched. هنا جرحت يدها عندما كانت تقطع الخضروات، كان جرحا عميقا وكان ينزف كثيرا. اذا ينزف هي bleeding كثيرا، لذا توجب عليها الذهاب الى المستشفى وان تخيط الجرح، تمام؟ اللي يميز هاي الجملة هي deep cut، الجرح عميق. فمن جرح عميق، الجرح العميق شبيه اكيد هو ينزف bleeding، تمام؟ اربعة، my back اللي هو ظهري hurts all the time. It only feels okay when I am lying down. ظهري يؤلمني طوال الوقت، أشعر أنني بحالة جيدة عندما أكون مستلقية، تمام؟ هنا hurts اللي هو يؤلمني، اللي يميز هاي الجملة هو ظهري أكيد، يعني اللي شنو اللي هو hurts اللي يخلي أكو ألم، فهو الظهرك يوجعك، تمام؟ she can't play tennis. She has broken her right arm. هنا أنا right arm اللي يميز هاي الجملة اللي هو ذراعها الأيمن، تمام؟ broken كسرت. ستة، I went swimming yesterday and now my eyes are sore from the chemicals in the pool. إذا هنا أنا منشوف the from the chemicals in the pool. هنا أنا chemicals in the pool، المواد الكيميائية بالحمام مال السباحة، فهو هنا عيونه تقرح اللي هو السور. فإذا هذه اللي يميز هاي الجملة. سبعة، where exactly is the pain and how long have you had it؟
هنا انا وير اكزاكتلي ده يسال على اليمن، ده يسال على الوجع. اذا هنا بنشوف وير اكزاكتلي از ذا بين، تمام؟ الالم هو بين. It was very hot day and she hadn't eaten or drink anything all day. That's why she suddenly went pale and felt dizzy during the lesson. هنا أنا اللي يميز هاي الجملة مثلا pale and felt، إذن هنا أنا شاحية وشعرت. من الشعرت يعني أكو شعور بالدوار أو دايخ، فهو dizzy، تمام؟ فليميز هذه الجملة. هذا كل ما يخص تمرين سي، يعني اغلب الاسئله الوزاريه تجعل هذا التمرين، لكن احنا راح ناخذ الاسئله الوزاريه شلون تجينا والاسقاطات الوزاريه. اكو اسقاطات تختلف، اكو اسقاطات على في الكتاب الملون، اكو اسقاطات تجيك من ضمن الانشاء مالتك، اكو اسقاطات تجي على القواعد، اكو اسقاطات تجي على القرش، اكو اسقاطات تجي على القطعة الثانية مال مصطفى. فهذني لازم انت تعرفهن الاسقاطات وتعرف وين تخليهن. تعال نشوف التمرين. هسه نجي لوزاريات الاسقاطات مال الوحدة الأولى. هاي كل الاسقاطات مال الوحدة الأولى عدا التمرين اللي اخذناه قبل شوية. هذني كل الاسقاطات. خليت الكيان كلهن مع بعد ما يحتاج الدور اسقاطات لهاي الوحدة. هاي الاسقاطات اللي هن التمرين اللي اخذناه تمرين سي، وهاي الاسقاطات اذا ضبطتهن فانت ضابط الاسقاطات مال الوحدة الاولى كلها. مثل ما قلت لك بالبداية، هذين الاسقاطات من متنوعة، من الكتاب من كتاب الملون، من الانشاء، من القواعد، من قطع الكتاب، فهو مختار لك حتى يعرف انه انت زين بالانجليزي او هيك اشياء. بس التمرين الاساسي هو تمرين سي. انت بعد انت لازم تضبط التمرين سي وبعدين ترجع لهذني، تمام؟ نجي الذني. ذني كم وحدة عندنا؟ 23 اسقاط او جملة انت لازم تعرفهن، ما يحتاج تحفظهن، فقط المطلوب من عندك تعرف هاي الجملة وتعرف الفراغ او الاسقاط المناسب لهاي الجملة. مثلا واحد، you have to take two or those pills three times a day. هنا الحبوب اللي هي الاقراص، من نشوف three times a day، ثلاث اوقات باليوم، فهي pills، تمام؟ هذا مكرر هواي بالوزاري. Most smokers take up the habit of smoking when they are teenagers. شوف هنا عليمن على الانشاء مال smoking، ف take up هي يبدأون. I twisted my ankle playing football. هنا ankle، فت هذا من الاملاءات اعتقد. The skin on my legs is very dry. الجلد على ساقي كلش جاف. ما راح اتطرق لك اياهم كلهن. انا المطلوب من عندك انت لازم تعرف الاسقاطات مال التمرين سي بعدين ترجع الذني. ذني كشي ثانوي، بس الناس الاوزاريه ممكن هوايه متكررات، اغلبيتهم متكررات. شوف هنا أنا سنيز، شوف جايب لك اياها بطريقه اخرى. وي اوفن سي بلس يو وين سمبادي سنيز. شوف هنا احنا نقول، غالبا ما نقول بارك الله فيك وين سمبادي سنيز، انه عندما يعطس. هناك احنا بتمرين سي اخذناها عندما احصل على البرد او اني من الصعد برد احط هاي سنيز، فهنا لازم تنتبه اكثر. ما راح اخلي لك دليل او هاي، هذا اني انسى المفروض من عندك انت تدخل الدليل. مثلا انا هسه اني جيت اقرا واريد اعرف دليل على هذه الجمله، مثلا اقول I feel dizzy، هاي دليل على هذه، فاقول فنت، هنا يغمى علي. مثلا شوف هنا we don't say plus you، we don't say plus you if somebody coughs. هنا انت تعرف انه we don't say ما نقول plus you، فهي انت الجمله لازم تعرفها، فتتخلي الدليل اللي يناسبك او الدليل اللي انت تفهمه حتى تحفظ او تعرف هاي الجملة والفراغ اللي يناسب هاي الجملة. كل اللي عليك انت
تعرف هذين الاسقاطات، وقف الشاشه واكتبهن. بعد ما عد الشيء اني هذين الاسقاطات مال الوحده الاولى، راح اخلي لكم اسقاطات عن هاي الوحده لكم انتم كواجب الك، يعني بعد ما قريت التمرين سي وقريت هذني اريدك تحل هذا التمرين اللي هسه راح اخلي لك اياه وحدك بدون ما تشاهد هذني، وتعرف شلون يجنك تمام كتمرين لك. هاي الاسقاطات مال الوحده الاولى، اتمنى استفادته، مع السلامه.